طلبتي اني اشوفك قلت رح اجي ويلي بده يصير يصير. اذا بدها تفش خلقها فيني ما عندي مشكله. تعصب وتصرخ حتى اذا بدها تقتلني ما عندي مشكله بالمره. بس مع هيك انا اجيت. بتمنى انه عمي حكمت بيك ما يكون استخدمك لصير بين ايديه. يكون بعلمك ابي بحياته كلها ما دخل النسوان بشغله ولا اذاهم ولا حتى الاولاد يلي مالهم ذنب. مستحيل. بس ابوك انت قضى على عيلتي وقتلهم كلهم. قتل امي وقتل لي اخواتي. وانت كنت بتعرف. انت كنت بتعرف بكل شي براق. ورغم انك بتعرف بكل هاد ما خجلت تطلع فيني. لو قلت لي انك بتحبني يعني معقول؟ معقول هنت عليك؟ ما كنت بعرف. صارت القصة قبل سنين. لو كنت بعرف كنت أكيد وقفت بوشه وما سمحت يصير هيك. نحنا خلقنا جوات هذا العالم الوسخ. بتعرفي إنه أوقات ما بيطلع بإيدنا نعمل أي شيء. بتصيري بتفكري بس كيف بدك تمضي حياتك. ولما بتصحي الصبح بتفكري يا ترى المسرح أرجع عيش ولا رح موت. وقبل ما تنامي المساء بتقولي رح يطلع الصبح علي ولا لا. الحياة قاسية علينا ما فيها رحمة. هيك حياتنا مع الأسف. كل شيء له حسابه. خالدة انت شو عم تعمل؟ بدك تقتليني؟ سوق خالدة. سوق اطلع من على اليسار. خليه تحت عيوننا. معلم انت شو عم تعمل؟ ما في حل تاني قدامي. لازم حل هي القصة قبل ما فؤاد يفوت على بيته. وقف 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 وقف. خلينا بعد. علي رضا في شرطة كتير بالمكان. أنا برأيي الوقت ما له مناسب. خالدة نزلي السلاح. لكن احنا على الطريق والناس رح يفهموكي غلط. بعدين انت شو صار لك فجأة؟ بدك توصيني؟ لما توصي انسان بتعرفي انه رح يموت؟ انت دكتورة دكتورة متعلمة ومثقفة. مو شغلتك انك توصي الناس وتقتليهم. انت بتعالجيهم بس.
وحياتك آخر همي. وبيقولوا عني مجنون؟ شايفة حالك؟ طلعتي مجنونة وسابقتيني بمراحل. بس للصراحة وانتي هيك طالع بتجنن خالدة. اسكت وتطلع قدامك. عم اتطلع، عم اتطلع بس ما عم شوف. ولو بتنزلي السلاح ما رح يتغير شيء، ولو بدها تنهد الدنيا على راسي ما رح ركز غير فيكي. المهم ما ينأذى شعرة واحدة منك. بتعرفي شو بعمل وقتها؟ بحرق الدنيا كلها. لهيك نزلي السلاح. حاجة حركات ولدنا. انت ما عم تفهم علي. ما هيك انا ما عاد يهمني شي بنوم. اذا متت ولا عشت هاي الليلة ما بيهمني. المهم عندي انه تنطفى ناري. أنا رايح لعنده. شو؟ علي رضا؟ علي رضا؟ نزيل. خالدة شو عم تساوي؟ نزيل. نزل سلاحك، نزل سلاحك بسرعة. ما حدا يتدخل، الكل ينزل السلاح فورا. يلا انت وياه. تمام، ما في شيء، خلص نزلوا، نزلوا السلاح. فيكو شو عم تعمل انت؟ اهدى. طيب معلم. نزلوا السلاح. من هون؟ يلا معلم يلا. فؤاد من هون؟ يلا خلينا نروح يلا. فؤاد، فؤاد وينه؟ وينه هالواطي؟ وينه؟ وينه فؤاد؟ طلع. فيكو قلت نزل السلاح. عم تفهم؟ هاي آخر مرة عم حذركن. خالدة نزل السلاح. ناديلي لأبوك. خالدة طلعي. الوضع يلي نحن فيه كل ماله عم يسوق. انت ليش بدك تشوفي ابي؟ ها؟ قلت لك نادي لابوك. ما بدك تنادي له؟
خالدة؟ انت شو عم تعملي؟ نزلي سلاح وروقي. بالأول خلينا نفهم شو عم يصير. بعده هيك بعده. علي رضا، أعطيني شي خبر حلو. يا أغا، أنا عملت كل شي طلع بإيدي بس ما قدرت لاقي لفؤاد. وشيخ موس قتلوه حطوه بالسيارة. شو عملوا؟ الله يرحمه برحمته. شايف ولد بنت الحرام تبع فؤاد؟ بما انه تقبص واحد من المجلس معناتها في حدا بيوثق فيه. غالب طلع فكرة بالاوتيل، واضح انه متفق مع فؤاد. واحد ستر الطرف تقدر يوقف. أغا، خالد خانم. قلوا لأنه علي إجا شوي تاني بيطلع. أغا، هي مو هون طلعت. لوين طلعت؟ مين في معها؟ لحالة، راحت بسيارتها. صبري، أنا ما حذرتك؟ ما قلت لك إنه ممنوع حدا يطلع من هذا البيت؟ أغا، أنا خبرت الشباب وهلأ رح أسألهم. تعال هون، تعال. روح لاقي خالدة بسرعة، بسرعة. حاضر. فريد، اتصل بجماعتنا، ممكن تكون راحت على الحارة، خليهم يدوروا عليها. يا الله دخيلك، الله يصبرني. ما عم ترد، ما عم ترد. أنا تعبت من التفكير، وين راحت هاي البنت؟ شو صاير معه وشو عم بتساوي؟ هي ما تعبت؟ ما معقول هالسلوك. كل شيء له حل، احتمال كبير تكون راحت على الحارة، هلأ بيجينا الخبر. أهلين يا زهري. مالك؟ خالدة عندك شي؟ لا، ما لا موجودة. ليش؟ شو صاير؟ طيب ماشي، طول لي بالك شوي زهري، أنا رح أدور عليها ورح أسأل عليا. أنت بس لا تقلق، أنا رح أدور عليها تمام وبخبرك شو بيصير. حبيبتي مدحت وين مختفي؟ بصراحة رحت عملت كم زيارة. الأخبار سيئة. شو يعني سيئة؟ شو صاير؟ فؤاد قتلوا لشيخ موس. معناها فؤاد لساته عايش. نفد هالمرة كمان، هالشي مو لصالحنا. بلش الوضع يتعقد كتير. راح واحد من عالطاولة يا ملك. هاي أول مرة بينقتل فيها معلم من وقت طويل. ومين القاتل؟ معلم هاي الطاولة ما حدا بيقدر يسأله ليش هيك عمل. وهلأ رح يصفي كل الموجودين على هالطاولة واحد ورا التاني. أساساً هنن حاطين عيونهم على كرسينا مو؟ صح، بس اللي قاعدين على هاي الكراسي بيعرفوا هن ليش قاعدين. هذا الأمر مانو سهل، وأنا ما بخسر الشيء اللي كسبته بهالحرب من دون ما أتمسك فيها ملك. أوف براق، رد على التليفون. أنت عم تحكي مع براق؟ أنت علقتي علي يعني براق؟ براق خلصنا. بعدين مو أنت يلي منعتيني أحكي معه؟ اسمعي يا بنت، أوعك تلعبي معي. مبين من عيونك إنك عم تكذبي.
أنا متأكدة إنك كنتي عم تحكي مع براق. خالدة مختفية، بيعرف شي عنا؟ وأنا شو علاقتي بخالدة؟ شايفتيني الحارس تبعه؟ شو بيعرفني؟ عم قلك ما حكيت مع حدا. قلتي له ولا لا؟ شو اللي بدي أقوله أمي؟ إنك حامل. بيعرف براق؟ ما قلت له، بس رح قله أكيد. أنتي مالك حامل لهيك ما قلتي له. اسمعي، هلأ بدي أخدك على المشفى، وإذا ما بيمشي الحال منطلب دكتور على البيت وبخليه يعمل لك فحص حمل. أوف، تمام، خلصنا، تمام، ماني حامل. بس لا تفرحي كتير، لهلأ ماني حامل، بس لما عيش أنا وحبيبي مع بعض. حبيب مين؟ حبيب مين؟ حبيبك مثل الحمل تبعك، كذبة كبيرة كتير. عم تعملي هيك مشان تجاكريني، يا أما عم تجاكري يا لخالدة. وشو علاقة خالدة بحديثنا؟ ما بعرف ليش بحس أحياناً إنك أما اللي ولدتها. واضح اهتمامك فيها، مشغول بالك عليها مو؟ هي وبراق اختفوا. مين بيعرف؟ يمكن يكونوا مع بعض هلأ. خلينا نلزق هاد. الحمد لله على السلامة، بكرة تعالي مرة تانية. طبعا ماشي يا بنتي، رح اجي. الله يوفقك يا بنتي، تسلمي. نهارك سعيد. مع السلامة. يعطيك العافية سيدرا. مجد، اهلا وسهلا، طمني عنك. اهلين فيكي، كيفك؟ منيحة، يعني الشغل هون مضغوط شوي، بس مو مشكلة، أنت منيح؟ منيح كتير، والله شغلكم صعب، الله يقويكم. أصلا ما رح أعطلك كتير. لك لا، أنت شو عم تحكي؟ ما في مشكلة، بس قلي أنت منيح؟ منيح منيح، أنا كنت عم دور على خالدة، بس ما شفتها. خالدة خانم ما أجت اليوم. لا تقوليها. طيب قالت لك إمتى رح تجي؟ بنوب، قالت لي عندها شوية شغل برا ورح تزبطه. ما في مشكلة، ما؟ إن شاء الله ما يكون في شيء، ما رح أعطلك، يعطيك العافية. طيب أخي أنا هلأ موجود بالعيادة. طيب اللي شو صار معك؟ خالدة هنيك؟ لا والله يا أخي، خالدة لسه ما إجت على العيادة، قالت إنه عندها شغل وما رح تجي اليوم يمكن، وبعدها ما عاد ردت خبر بنوب. تمام، أنت خليك مزروعة هنيك، وإذا إجت خالدة بتخبرني فورا. طيب رح أنتظر. عمي مظفر، اتصلت فيني وما كنت قادر ارد عليك، بس ليك فيك تجي لعندي؟ تمام، بجي وبنحكي على رواق، بس هلا في موضوع لازم اعرفه منك. اللي ما عم بقدر اوصل لخالده، مختفيه، تليفونها مسكر وما حدا بيعرف وينها، بتقدر تعرف مكانها؟ طيب طيب رح شوف. وينك انت يا ابني؟ طولت عليكم. براق قال لي شو عملتوا؟ قدرتوا تمسكوا خالدة؟ ابتسام ولا صوت. ليش؟ من غير ليش لا تتدخلي، مفهوم؟ شو بدي قلك؟ شو رأيك ترتاحي شوي؟ تعرفي كلنا أعصابنا تعبانة. إذا برتاح شوي بيكون أحسن.
شد حالك، هلأ مو وقت الضياع. ليش ما بتعرف أنا أساساً ضايع؟ ما عم تشوف بعينك؟ مشتت ومالي عرفان فكر. أنا أصلاً قبل هاي المصيبة كنت ضايع بين نارين، من جهة بابا ومن جهة تانية خالدة. أنا اللي جبتها لهون، تصور أنا اللي جبتها بإيدي. لك أنا السبب اللي صار ببابا. بابا الجلاد تبعهم وتبعك أنت وتبعي أنا. إذا بدك تلوم حالك لا تلوم حالك عاليوم، عهداك اليوم بس. المعلم بيعطي أمر ونحن مننفذ من دون أي اعتراض. هاي هي القوانين وهذا القانون تبعهم، بدكن تنفذوا من دون ولا حرف. تتذكر؟ هذا هو الكلام يلي قلنا يا بابا، حفرته بدماغي من لما كنت طفل صغير لسه. نحن هلأ محطوطين قدام خيارين، يا منتقبل اللي صار يا منحارب لآخر نفس فينا ومنموت بكرامتنا. فمن اليوم وطالع ما عاد في أي حدا تشفع له الرحمة يا أخي. تمام، اهدى خلاص، بدنا نهدى وننتظر شوي. تمام؟ لا لا مراد، ما رح نستنى. شو انت مجنون؟ لك هالناس ما عم ترحمنا، عم يستغلوا كل الفرص ليهجموا. انا رح ورجيهم براق أرسوي شو رح يساوي فيهم. طيب اعمل اللي بدك يا بدك شي مني انا؟ انت لا تتدخل، خليك مع بابا هالفترة وهذا بكفيني. ما بدي يكون بواحد صير باثنين. رفقي مرني براق بيك. ما في حدا بهالدنيا لازم يعرف انه بابا تصاب يا رفقي، ولا حدا، لا يلي حوالينا ولا اعدائنا ولا اي حدا. رح نضل مخبيين الموضوع طول ما بنقدر نخبيه. ما بدي اسمع حدا عم يقول العوض بسلامتكن، ولا بدي ورد، ولا بدي رسائل تعزية ولا مواساة ولا شيء. عم تفهم؟ اذا انتشر يلي صار علي رضا الواطي رح يستغل الفرصة. طيب يا بيك وخالدة؟ لا حدا يجيب سيرتها لخالدة. خلص خالدة علي. مراد شو صاير؟ يا روحي مين هيك ساوى؟ كل شي صار فجأة، نحن كمان ما فهمنا شو صار. اجت خالدة وسحبت سلاحها. خالدة؟ أهلا وسهلا حضرة المحامية. الحمد لله على سلامتكم. وأبوك شو وضعه هلا؟ منيح، صحته عم تتحسن. حضرة المحامية شو بدي قلك؟ إذا بيبقى الكلام يلي سمعتيه هون بيناتنا بيكون أحسن للكل لو سمحتي. مشان سلامتنا كلنا. تمام. طيب خالدة شو صار لها؟ يعني سلمتوها للشرطة؟ شو عملتوا؟ خالدة بمكان ما حدا بيقدر يوصل له. حالياً. سكروا.
أنا لهلأ ما عم بفهم ليش خالدة رايحة لحتى تشوف براق؟ شو في ببالها؟ بس ما تكون هذا اللي كنت خايف منه، تكون قررت تضحي بحالة مشان توقف الحرب بالوقت اللي أنا لازم أحميها هي عم تحاول تحميني. آغا في شي لازم تشوفه. شو هاد صبري؟ بعته بالبريد قليل الشرف. مين؟ براق الحقيقي. بابا بابا انت منيح؟ بابا رد علي. نحن هون جنبك فؤاد. بابا رد علي. بابا تحمل. فؤاد رد علي. فؤاد بيك تحمل يا حبيبي. انت تحمل علينا فؤاد بيك. بابا خليك معي. بابا رد علي. فؤاد بيك بابا ليش واقفين؟ امسكوها هربت، لا تخلوها تهرب. بابا رد علي. تحمل فؤاد. تمام خلونا ناخده على المشفى فورا. على المشفى يلا بسرعة. يلا شيلوه. يلا اسحب لعندك على مهلكم. خالدة انزلي. ما عاد يهمني شو رح يصير. إذا بدك قوصني قتلني فورا. أنت قوصتي بابا خالدة بكل برودة أعصاب، اجيت وقوصتي. أنا عملت فيه مثل ما عمل فينا. يا ترى ندمان؟ أبدا. عمل فيني مثل ما عملت أنا فيه. قوصني، فيك تنتقم لأبوك. ما بصغى فيكي وانت بتعرفي هالشي كتير منيح. شو هالحالة يلي وصلتي لها خالدة؟ شو بدي اعمل انا هلا؟ ابوك هو السبب ورا كل اللي صار. انا ما دخلني. اذا ما بدك تقتلني خليني امشي. وقفي لا تروحي. من بعد عملتك ما في شي رح يضل مثل قبل خالدة. نحن فتنا بطريق ما له نهاية. صار اللي كنت خايف منه يا علي. فؤاد أخذ بنتي رهينة وبعد هذا الهجوم يمكن ما عاد يرجع سلمة. بجوز يكون هلأ. لا لو القصة هيك ما كانوا بعتولنا هاد. أكيد هنا في شي تاني براسهم. عمو حكمت كيفك؟ شو أخبارك؟ طمني عنك أنت منيح؟ براق والله بقت لك بإيدي. خالدة وينها؟ اهدى شوي حكمت آغا طول بالك.
شو هالانفعال والعصبية هاي؟ رح يوقف قلبي من الخوف يا زلمة. بنتك منيحة منيحة، لا تاكل همها، عم نعتني فيها. اترك خالدة، لا تفوتها بالقصة، هي ما لها علاقة بهالشي بنوب. صار إلها علاقة، هي هاجمت بابا يا حكمة آغا وما طلع بإيدها تقتله. طبعا لأنه قدرنا نمنعها، بس هي خرقت القواعد. كانت تقول إنه في نقاط مشتركة كتير بينها وبين علي رضا. طلع كلامها مزبوط، هنن الاثنين مجرمين. خلاص يا حقير، لك إذا كان عندك شوية شرف اتركها وخدني بدالها، فهمت يا حيوان؟ يا عيني الأشغراني عندك؟ كيفك حبيبي؟ اشتقت لك. استنى دورك، لا تستعجل، حسابك عندي عسير. ايه يا حكمة آغا، كل مرة بقول لحالي ما لازم أحكي، بس معقول أنتوا لهالدرجة عاجزين؟ يعني قطعت الأمل من الأمير تبعك وبعدت لنا الأمير المصون لتنفذ؟ براق، أنت بتعرف منيح أني ما بعمل هيك شيء. أنت واحد بلا شرف، صاير عم تخطف النسوان؟ شو عملت بخالدة ولك؟ أحكي. مع الأسف هاي القصة خاصة وأنت ما دخلك. اسمعوا لك، أنت بهمنيح على اللي عم بتقوله، والله بسحب لك لسانك. ليش أنتوا شو توقعتوا؟ شنيتوا الحرب علينا وبتكون يانا نسكت عن حقنا؟ وصل البلة دقن أبي، شو اللي متوقعينه منا؟ ردة فعلنا طبيعية، يعني فهمني يا حكمة آغا، بالوقت اللي رميتونا برصاص كان لازم نرميكم بالورد مثلا؟ اسمعني، أبوك ما عنده قواعد، بس المجلس له قواعد. النسوان والولاد ما لهم أي علاقة بالخلافات اللي بيننا، وإذا بتخرق هي القاعدة بدي أبرك مع أبوك، عم تفهم؟ أوه يا لطيف، أنت شو بتخوف عمو حكمة؟ طلع طلع ليك إيدي كيف عم ترجف، وقف شعر بدني كلياته. حكمة آغا، طلع بوشي شوي، ها؟ طلع فيني هيك أوضح لك. شكل الزلمة يلي عم يحكي معك بيوحي لك إنه خايف من شي؟ ما حدا اخترق القواعد. نحن ما رحنا على بيتك وجبنا بنتك لهون، هي إجت برجليها وقوصته لبابا. فأنتوا يلي اخترقتوا القواعد. حاجة تلف وتدور بقى، احكي شو بدك. بدي إياكم تفكروا بشو ممكن تضحوا كرمال الأميرة خالدة؟ فكروا شوي، وأنا كمان رح فكر. الإنسان بشو ممكن يضحي كرمال شخص غالي عليه؟ ولك! تعال هون، تعال هون! اهدى. هذا قليل شرف ما بينوثق فيه بنوب. علي رضا، نحن هون عم نحكي عن حياة خالدة، بدنا ننطر ونهدى شوي. أنت شو عم تحكي؟ وبركي تأخرنا هاي المرة وبدل العقد. بدك جيب لك شيء؟ انت ليش حابسني هون براق؟ اعمل اللي بدك تعمله، بس اوعى تفكر تستغلني، وخصوصا ضد بابا. بقلع عيونك وبشيلهم من مكانهم. انت لهلا لساتك مصره تقلع عيوني يا خالده؟ ما بيكفي اللي ساويتيه فيني؟ تنازلت عن كل شيء كرمالك، وانت حتى ما اعطيتيني فرصه، ما تركتي لي خيار تاني قدامي. كوني واثقة، ما كنت حابب تكون النهاية هيك. صار اللي صار وخلصنا، صح؟ ما عاد في معنى لكلامك بنوب، يا تركني يا قتلني فورا، ما في حل وسط. معك حق، ما في حل وسط، لا عندك ولا عندي. إذا ما بتعرفي أنا كنت مستعد أفديكي بروحي يا خالدة بكل شيء. قوصتي بابا وما حكيتك، لو قوصتيني إلي أحسن، أنا مستعد بموت، بس شو مشان أبوكي وعلي رضا. اصحك اصحك، تجيب أسماءهم على لسانك أبدا، اصحك. مشان الوالد آمنا وصدقنا، ما فينا نحكي شيء، بس هذا
علي رضا قالطاي مين؟ مين هذا خالدة؟ أنت شو صار لعقلك؟ متوقع أنه شوفير التاكسي يقدر يحبك أكتر مني؟ أنت شو هذا اللي عم بتقوله؟ أه؟ اللي عم قوله إذا كان في ميزان، يعني مثل يلي بيوزنوا فيه المجوهرات بيجي معياره صحيح، يعني فيك تسميه سنسيتيف. إذا طالعنا المشاعر يلي بقلبي وزناها بهذا الميزان، فكوني واثقة أنه علي رضا ما بيشتغل عليها هذا الميزان. ما في حدا بهالدنيا ممكن يحبك أكتر مني خالدة. الفكرة مو بس بإنك تحب، المهم إنك تنحب، وأنت لهلأ ما عم تفهم هذا الشيء. وليش أنا دائماً علي اللوم؟ جربي فهميني مرة واحدة، جربي بس لمرة واحدة إنك تفهميني خالدة. شو ممكن يصير؟ أنت عم تدعسي برجليكي على قلبي بدون ما تحسي، والمشكلة إنه أنت اللي ما بدك تحسي ومطنشة. شو بيصير؟ كل الكلام اللي قلته على الفاضي بيصير خير. إذا احتجتي شيء قولي للشباب على الباب. أنا رح جيب خالدة وارجع، أنت استناني هون. علي رضا لا تعمل هيك، جوا في جيش كامل، أنت كيف بدك تقدر عليهم كلهم؟ لازم أوصل لخالدة، لازم شوفها، ما عم بقدر أتنفس. وبركي صار شي على خالدة؟ ما رح يصير عليها شي أبداً، وإذا اضطر الأمر رح أستسلم وسلم حالي. قلت خليني أكون جنبك، ما بتعرف شو بيصير، بس ما تخيلت هيك. خافوا إنه نهجم عليهم، تركوا البيت وراحوا، بس لازم نعرف لوين. انت رجع على الحارة. لوين رايح؟